مساكم الله بالخير. اليوم رادين لكم مرة ثانية في نقصة جديدة. هالنقصة بتطلع من عندنا حق اللي سووني سمبتيك. تشوفون جسمي شلون صار عقب الشحوم واللحوم والعبسة كلها. ضيوفنا اليوم الدكتور علي الجويعد والدكتور أحمد الكندري، جراحين متخصصين في عمليات التكميم والبايباس. حياكم الله. الله يحييك هلا ابو داود. الله يسلمك. انا اليوم يعني بقدم لهم اكل، طبعا الاكل اللي بسويه اكل اغلبه بحري، لان هذا اللي احنا قلنا يناسب المكممين او اللي مسوين عمليات البايباس. وطلع هو اخف شيء، اخف من اللحم، اخف من الدياي، الاسماك والاشياء الخفيفه. طبعا مو على طباخي انا، طبخي لازم في دسم في شويه، بس انه سميشات يعني. وبنفس الوقت الدكتور احمد حداق، بتظهر لكم بعض الصور ايام الحداق وشيب لنا من الهوامير. وانا طبعا لازم من قصتي شنو احمد؟ الراس. لازم الراس حق داود لازم. راس الهامور. بس احمد داش علي اليوم يهددني، شو ايش جايب لي وياه؟ جايبين لك هذا. شفتوا شو جايب؟ هذا مسدس التكميم عدل اللي يشتغلون فيه. ف يعني الله لا يحوجكم ان شاء الله حق التكميم وحق البايباس، بس احنا نقول الاكل باعتدال ما يخلي بني ادم يوصل لهالدرجه هذه كلها. قبل لا نبتدي نسولف وناخذ ونعطي مع الجماعه، بقول لكم طبختنا اللي بنسويها اليوم. اليوم عندنا هامور. هامور الفيليه بنسويه مشاكيك وبنشوي بطريقه تتبيله جديده غير التتبيلات اللي شفتوها من قبل. وعندنا ربيان، ربيان الجامبو هم نفس الشيء، بنسوي له حمسه، احنا نسميها تسويها امي الله يرحمها حمسه الخضراء على شبنت وثوم ومعاها البطاط. وعندنا عشان يمشي مع هذه الوجبه عيش شبنت بنسويه هني، وهو اللي بنبتدي فيه الحين. وفي مفاجاه ما ادري اقول الحين عنها ولا تعالي مفاجأة. كل ابونا نحب السلطة وناكل سلطة، لكن السلطة ساعات الأوادم يقولون والله ها سلطة دريسنج مالها كذي. اليوم احنا سلطتنا غريبة، بخليها لما توصل لما توصل حزتها وأقول لكم شنو الدريسنج اللي بنحطه على السلطة. وخليكم الحين ويانا نبتدي مقاديرنا. عندنا الجدر هذا رفيجنا الرايس كوكر على طول، عشان أنا بسوي العيش قبل عشان أتفرغ حق السمك. حطينا شوية زبدة وزيت وهو حامي، هذه بصل يعني المقدار يمكن راسين بصل حطيت مقصصين عدل. وشبنت، هو لازم عيش شبنت فلازم الشبنت وياه. وبعدين شوية شبنت ناشف، بس احنا منقعينه. شوف هذا الشبنت الناشف اللي يعطيه الطعم، لان بعد طعم الشبنت الناشف غير الشبنت الطري. نقعينه هم وياه، نحمسه يميع وياه عشان تصير حتى اللي ما يبي ياكل شيء ثاني هم فيها باجل الخضر. عدل دكتور؟ نعم. في بروتين ها؟ غير النشا. ولازم شويه بهارات نحط وياه، اللي هو البهار مال البيت. انا ما راح احط وياه ثوم الزنجبيل راح يخرب طعمه، بس بهار البيت وشويه هيل. وغطي عليه على ما نسولف سالفتين مع الدكاترة ونقول لهم سالفة البايباس اللي هابين فيه لوادم. شلون دكتور أحمد؟ لوادم الحين كل ما قلت لهم قال بسوي بايباس، كل ما قلت له قال بسوي تكميم. ضعيف سمين مو مشكلة عندهم. الهبة صدق هي مو هبة، يعني الكويت تعرف عن كل بيت فيه سمنه. نعم. المشكله يعني بالكويت كلها. نعم هذه بكل بيت لازم تحصل لك واحد لازم تبي احنا قايلين 200 بعافيه واحد بعافيه شويه. طبعا الرجيم والرياضه صعبين اللي فيهم سمنه، الرجيم ما يقدر يسوي رجيم لان في هرمونات بالجسم تمنع الرجيم يعني. نعم. تحدى على الاكل، الرياضه ثقيل وعنده مشاكل بالظهر وعنده مشاكل بالركبه. دكتور فيهم عندهم مشاكل الثقيل ما يقدر يسوي رياضه، يعني ما يقدر يركض باليوم مثلا خلينا نقول 3 كيلو عشان لا يبقى. صح الركض اكيد مشكله. والسمنه تجي سمنه، يعني كل ما له راح يصير اثقل واثقل واثقل. نعم. فصعب انه يضعف، الحل الوحيد اللي بالوقت الحالي طبعا الادويه ما تنفع. نعم. الرجيم مثل ما قلنا ما ينفع، الحل الوحيد هو العمليات، عمليات السمنه اللي موجوده.
اللي نتائجه يعني انت شايف نتائجه وايد زينه. انزين الحين دكتور انا متعجب، اكو ناس ما هم اسمان يعني شويه عنده شويه كرش وشويه وزنه زايد طبيعي، بروح اسوي عمليه. طيب ليش؟ ما احنا عارفين نسوي هذا قل يعني في مرضى وايد ما يبذلون اي مجهود، يعني يبي الطبيب السهل يحل المشكله. بس تدري ايش يصير؟ البنات مع اعتذاري لكم يعني حبايبي بناتي اللي ما تحتاج تسوي عمليه لا تسوي، صايرين البنات شنو بالخصيف كذي مكوعه ليش؟ والاولاد عظامهم طالعه يعني حالات الوجه فيه شويه فيه دمويه. لا ما يشوفون بعض. ما يخالف اللي يستوي عليه ما يخالف، ايش حقه ليش احسر في عمري عاد كذي؟ صح. وبالنهايه انا واحده قالوا لي قصتها حاطه ثقل تحت العبات عشان توزع عشان يوافق لها الدكتور، والله هذا يجوز ذمتكم. ليش يعني؟ ما في داعي، امشوا شويه تحركوا شويه ويصير. انا اقول لكم اللي مثل وزني انا وصلت 200 كيلو 200 كيلو ولا وبعد ما كنت راه قابل يدي. يذكر الدكتور احمد يعني مو ولدنا اخونا ورابي ويا عبد العزيز الله يسلمه، فلما قالوا لي على عمليه هذا انا اسوي عمليه شلون اكل؟ انا اموت على الاكل. لما قال لي دكتور رويح ترى الفقره طالعه مالت الظهر، فيعني يا تسوي شيء تفك عمرك ولا بتم على ويلتشير. فاني وافقت والحمد لله يعني ها رديت مره ثانيه. بس انا مو اقول لكم ترى ما انصح فيها، حتى الدكتور ما ينصح فيها الا اللي معتازها صدق. وبنايه للطبقه على القوانين، قوانين السمنه، قوانين السمنه اي لازم اول شيء ننصح المريض. نعم. رياضه اي مع نظام غذائي عدل، اذا ما نفع نسوي لك عمليه تطبق عليه قوانين. بالنهايه هي كلها وسيله مساعده، احنا قاعد ندز المريض انه يضعف. انه يضعف صح، مو سحر. نعم اكيد. إيه. اذا يظل نظام الغذائي كذي ياكل حلو ما يتحرك ما راح العمليه ما راح تفيده وايد ابدا، ما راح تفيده. هذا جذرنا حمس ولا يعني كلامكم سكت الا بالخير، بس عشان اكلت العيش الحين وساقيه بالماي وناخذ فاصل عقب ما اكلت العيش على طول. ها وين العيش؟ كماري كالعاده انحاشت يتتميت الحين. انا يجي بعدين تدرين فين انا كل شغلي بسرعه ما اعرف اقعد انطر. شوفوا يبا كتين العيش بنفره بس فرتين هني. انا اليوم لان عندي اكلي صحي فاليوم ما راح احط لكم هذه المنكهات مال الطعام اللي هي ماجي واجريموت ومش عارف ايش، كل الدكاتره ما ينصحون فيها. اي طبعا عدل، بس احنا اليوم معتمدين على الطعم مال البادله والشبنت والبصل وشويه زبده والبهار مال البيت وحبيبه هيل، هذا اللي كل اللي حطيناه على طول بنصب عليه الماء الحار. وانا اصب الماء الحار اقول لكم بعد شويه برد لكم مره ثانيه. هذا العيش دش بيوته عشان نبتدي بالطبخه الثانيه. مش نعطي فوقه الزرشك هذا عشان نويه فيه مقصول مسبع. العاده لو ادم يقولون انا ما قليته ما راح احط فيه زوج، هو كذي ريحته عجيبه. خلصنا من هذا، الحين بنرد حق السمك. خلنا اتبل لكم السمك عشان تشوفون تتبيلتنا. التتبيله يا جماعه مو شيء مبتكر، انا شفتها في مصر وعجبتني. شو يحطون بالتتبيله؟ يحطون هرده اللي هي طحينه عدل، تقريبا حوالي 3-4 قفاش هرده، ويحطون الله يسلم عمركم فلفل اسود وكركم وكمون وكزبره وثوم وزنجبيل. فعندي انا الثوم والزنجبيل مهروسين كهما هني حق التتبيله. هذا الثوم، هذا الزنجبيل، وهذا الثوم، وهذه قفشة الكركم، وهذه الفلفل الأسود نص قفشة تقريبا، كمية ترى وايدة تقريبا حوالي كيلوين سمك هامور هبر، وهذا الكمون اللي هو الأساسي في التتبيلة، والكزبرة الناشفة عدل، ولازم طبعا مع هذا كله الليمون. وناس يحطون خل، انا ما حبيت الخل، طعم الليمون او نس كذي تقريبا خالصين هذه الاشياء كلها. مفروض اني ادخل يديني فيها
شاء الله. الله يعني متمننا عليه يا بيت شمت زود. فبتبلى الحين وبعدين بنشكه في الاصياخ هذول الخشب وبنشوي هني قدامكم، بس شوف خليه ياخذ وقته بالتتبيله شويه. انا ما ملحته للحين فنسيت الملح، عشان ذكرت الملح عشان لا يصير ماسخ طين، ما له سالفه ثانيه. طبعا لازم فوقه شنو يبا؟ شوية زيت عادي عشان ما تحترق السمكة. كماري تعالي عاد مالي خلق لك مطديني مرة ثانية. تعالي خلطيه عشان يتبل ياخذ راحته، ما يبي السمكة بسرعة روحها خفيفة شوية وتالي نشكها بالصياخ بس عشان اسوي الطبخة الثانية. يلا خلطي من هناك يبا. سبحان الله ابو داود السمك بالهضم بسرعة ينهضم. أنا شيء غريب تصدق دكتور، بالامتصاص احسن امتصاص البروتين مول اللي من السمك. نعم لما اكل السمك يتهضم وما تجيني هذه حاله الغثيان والشبع هذا المفاجئ. اي شيء ثاني اكله غير، عشان كذي انا حتى احمد وحتى العيال عندي يبى اسوي السمك سمك اخف، ربيان اخف، كل شيء كله اخف من الحنك. بس اهم الواحد ينوع. احنا ننوع احنا نموت على اللحم، ما اقول لك احنا ميت ايترز نحب اللحم بشكل فظيع، بس الحين قام اللحم ما يحبنا. هذه يبى الربيان. عزيز يسميك شرقاوية، احنا كله سمك. اهل شرق ها ساج، اهل شرق ما خلوا شيء، سمك، زبابيط، حويت، شوية فلفل اسود، شوية كركم، هذه حق الحمسة طبعا، وعندي هني بهار البيت، وشوية كاري حق تتبيلة الربيان، وشوية ملح خفيف، ونفس الشيء بنقولبه الملح. هالمره بستخدم القفشه لان يديني انتلفت، لان بنسوي الحين حمسه الربيان، بس بخليها شويه وارد لكم بعد شوي. بنسوي لكم الحين حمسه الربيان الاخضر. طبعا الدكاتره قاعدين عندي انا اسولهم دكتور دكاتره ما يصرفون، يقول سمك شنو نسولف ريحه حمسه ودنيا ولويه، ضيعت السوالف كلها، ردينا السوالف كلها على البطون. اي والله ودنا ناكل بعد ما استوى، بس ودنا ناكل. الحين دقيقه واحده الحين بيجهز الاكل. هذا نحط شويه بصل هني حق حمسه الربيان عدل، هي نسميها احنا الحمسه الخضراء، ونحط شويه كزبر عشان الربيان يحب الكزبر، ونحط وايد من الاشبت طبعا مع شويه زيت او زبده حسب ما تحبون تفضلون. هذه المقله بشوح فيها الربيان. احسن شيء حق طريقه حق الربيان حق انك تشوحه وتشيله، تمسك عمرها الربيانه وتظل ترفه. اما الطباخ مثل طباخنا قبل نحط الربيانه ونهدر نهدر نهدر فيها، تروح طعمها اول تصير تنهربل، تالي تاكلها يصير ما لها طعم. الحين لا، شوحها بس شويه ونقطها على طول بالحمسه. احنا عاد لازم ترى بيت القصار لازم بطاط. يدري عبد انا ادري ايش في بطاط حتى الحمسه. هذه حطينا الحمسه يبا هني اللي هي، بنضيف لها شويه من الكاري وشويه من بهار البيت لان الربيان اوريدي مبهر، وشويه كركم، ولازم شنو يبا؟ الزنجبيل والثوم. الثوم والزنجبيل هو اللي يعطيها الطعم. ثوم الدهن هذا شديد نسوي، شوفي واخري شويه حط الربيان بس يتحمر ياخذ لون، ونشيله نقطه سيده بالحمسه يكمل سوا بس ينقلب لونه. وايد منهم يوكم وقال لكم ردينا سمنه، شو الاسباب اللي تخليهم يوصلون لهالمرحله؟ في عده اسباب، واحد من الاسباب
ان المريض يعني اغلب الاسباب ان المريض نفسه ما يسوي اي تمارين وياك يعني اكله يعتمد على السكريات والنشويات اللي هو كاكاو وعصيرات ورد وعيش وخبز وبطاطا وبعضهم سمعت الدكتور يشربون بيبسي يقول لك عشان توسع زياده المعده ايش حق مسوي تكميم ما ادري هذه المشكله الاساسيه لانه ما ياكل وايد فيعوض بالكاكاو يحس راحته فيه يعني عشان كذي اللي يسوي عمليه تقصي التكميم مع الحلويات راح يرد مره ثانيه مثل ما سويت انا يعني انا سويت اول شيء اللي هي الحلقه فقالوا لي اشرب ماي حار قبل لا تاكل عشان توسع الحلقه زين ايش حق مسويها هاي؟ ايش حق هذه عمرك مسويها؟ المشكله الثانيه بعض مرات المعده مو مقصوصه عدل او تمددت شويه عادل فالحالات هذه غالبا نحلها باعاده تكميم تردون مره ثانيه إيه يعني في ناس ردوا رديتوا لهم العمليه مره ثانيه ردينا عدنا العمليه سوينا لهم تكميم مره ثانيه او بعض الحالات يحتاجون تحويل مسار خاصه اللي فيه محموضه ارتجاع ما تقدر تسوي لهم اعاده تكميم تسوي لهم تحويل مسار تحويل مسار مره ثانيه تحويل مسار او تحويل مسار مصغر ايوه تحويل مسار مصغر مصغر إيه غير الاولي غير تحويل مسار العادي اي لا ان شاء الله انا ان شاء الله ما اتعز حق ها كوماري الحين بنكمل الربيان كله ونحطه بالحمسه هني ونوريكم اياها عقب ونضيف لها البطاط بعد شوي ونرد لكم بعد هالفاصل شغلنا خالص يا جماعة بس قبل لا أمسك السمك أشويه أنا أشوي آخر شيء لما أخذ وقت أشوي بسرعة بسوي لكم سلطة سلطتنا اليوم قرقير وبصل وعلى قولتهم تشيري توميتو عدل فلفل أخضر ملون شوية ثوم بس نشوف إيش بنسوي فيها الحين شوي أحمر شوي أخضر يقولون في فايدة وايد دكتور عدل إيه وايد فيه حتى حديد فيه إيه وفي والبصل البصل كل شيء زين فيه البصل ما حصل ها كلمة البصل ما حصل شوفوني اللي بسد بس تسوس اللي بجي السلطة بجي السمك ما راح أجي مع بعض الحين هي الحين سلطة عادية وهذا قرقير داير ما دايرها هذا الثوم اللي دقيتوه هاي شوية ثوم زين أعطيني الليمون شوية هذا الدريسنج مال السلطه مهياوه نص اهل الكويت لا ثلاث ارباعهم اهل الكويت يحبون المهياوه واللي ما جربها لازم يجربها وهي على قولة الاجانب سي فود ليكويد يعني سمك يابس مع بهارات مع ليمون مع خل مع زيت يعني دريسنج وتروحون حق المطاعم التاي ومطاعم الصينية ويسوي لكم ويحطوا لكم فيش صوص بالأكل هذا الفيش صوص مالنا الكويتي واليوم ضيفنا أحمد الكندري وهذا المهياوة مهياوة كندرية طبعا تراها مهياوة مالت الكنادرة غير مالت البحارنا غير مالت كل مكان لهم تبهيرة خاصة فيها هذه عنبر هذه العادات والتقاليد نعم هو عادة على الخبز بس احنا الحين نسويها بالسلطة وأنا ما خلطتها بالعمالة مع القرقير بحطها بالنص عدل خلطناها خبزة ها خبزة وزيت إيه إيه زيت استعطيتني أعطيني زيت زيتون إيه ترى يا جماعة العادة المهياوة نحط وياها سمنة نحط وياها دهنة فنبي إحنا وهذا شوية ليمون والليمون على القرقير اعطيني زيت على طول عشان نخلص من السلطه هذه السلطه النص نحطها فاليوم عندنا هامور مشوي او على قولتهم صويخات الهامور وسلطه مهياوه وعيش شبنت وحمسه الربيان بالشبنت هذه سلطتنا جاهزه بس بحطها لكم بعد عشان نزقرتها لان يوم عندنا الدكتور والدكتور غالي فمن الربيان نفسه نصفه من هي فيها سي فود
دكتور سكتته ومو لي شوقكم شوقنا ويعنا صراحه يلا يلا خلاص ريحه يوع الحين بس بقى بس الشوي كل شيء جاهز بس بقى الشوي حتى المصور اللي داخل اسمع حسن يقول يعني وهذه سلطتنا جاهزه شفتوها ها. يلا الحين انا بطول هذه حمد طبعا اكيد ايوه ابي يا جماعه يا تمشونها بزيت يا عندكم اذا عندكم بخاخ مال الزيت عشان ما تلصق وهذه بتقولي لي شلون شكيتها الحين بشك قدامكم ها انا بشيل الجدر هذا اهو خلي خلي وخرتي وخري وخري انا ادري عشان يبين الشوي هات بارد بسم الله عدل دكتور عدل بداود ايوه احسن تشوي على الفحم ولا على التاوت لا والله على الفحم احسن بس اليوم وهي فما شبينا وهذا قريب يمنا عشان نصير باللوكيشن اذا على الفحم لازم اطلع اروح مني ومني فنخليه يستوي هنا على الراحه هذه السلطه انا بخليها مني على كتر اشولنا الحين ماكو ذبان ولا لويا ودام انا قاعد الحين وياكم ها داود من ساعة تسأل أن الصيام شلون مع العمليات؟ أي أول شيء قبل الصيام يا جماعة ترى وحنا قاعدين جتنا نقصة من إيراننا بيت القطان عدل بس أنا أشوف من أبو محمد جمال القطان يارنا نعم الله عليك على هالتوت ترى هذا من بيتهم شوفوا إنتاج الكويت عندنا توت حنا ولا لبنان عندنا رميثية شلون على الصيام دكتور؟ العمليات عمليات السمنة أثناء رمضان احنا طبعا وايد ننصح أن اللي يسوي عمليات التكميم خاصة ما يصوم أول شهرين بعد عمليات التكميم نخاف أول شهرين نخاف من الجلطات يعني لأن الجفاف ممكن يسوي جلطات بالأمعاء أي يعني المسألة خطرة صدق دكتور إيه لا عشان جينا ننصحهم شوية يأجلون الصيام مثلا بالشتاء يصومون ولا بعد فترة زين أما الناس اللي كانوا مسوي العملية مثلا خلال 6 أشهر اللي فاتت نعم ينقسمون لقسمين في مرضى يقدرون يصومون اللي هم يقدرون ياخذون كميات ما عندهم ترجيع مثلا يقدرون نعم. يشربون كميات كبيره من السوائل نعم عادي نقول لهم صوموا بس في اشخاص ما يقدرون يصومون يعني مثلا ما يقدرون يشربون سوائل يوجعون فما يصلح لهم الصيام نقول لهم اجلوا صوموا بالشتاء او اجلوا عقب فتره يعني الحين انا بس هذا يعني ندخل الحين جانب الديني يعني انا انتوا سويتوا العمليه فلازم تعرف ترى انت محتمل ما تقدر تصوم طول عمرك فعلا احنا اخذنا فيها فتوى لان بعض المرات انت تحتاج نعم. العمليه كعلاج لامراض كثيره نعم وبعض المرات الوقت يحدك يعني مثلا المدرسات لهم وقت ما يقدروا يسوون العمليه الا بالعطله صح الطلبه نعم. فخذينا فيها فتوى، الفتوى تقول انه تقدر تسوي العملية وما تصوم وتصوم بوقت ثاني يعني خاصة بالشتاء مثلا اذا قدرت اذا نعم. اذا الوقت يعني اسهل وما في يعني ما في جفاف وتعب اللي سوى العملية الله يكون في عونكم على هالطباخ وهاللوية والدكاترة يزوا ينصحون لا تاكلون وايد، اكلوا اكل حلو بس شوي شوي نرد لكم عقب ما نكمل الشوي جهزت طبختنا ودكاترتنا يوعناكم سامحونا الحين دقيقة واحدة ما راح يعوق بس نشيل وجه الجدر بسم الله الرحمن الرحيم سوينا العيش أول شيء بس ها فتشه وتفلل على طول بسم الله حلوه ريحته اي ريحته عجيبه صراحه ما شاء الله الحين
عدل، نعطي شوية شبنت على وجهه. بعدين فوقه الزرشك. لازم نذكرتها اول عشان جاينا دوم دكاتره مسيرين علينا. وبعدين نبي نطلع السمك. هذا سمكنا، امورنا اللي سويناه وشويناه. عدل، ايش رايكم دكاترتي اليوم؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله يعافيكم. ريحة الشبنت ما شاء الله عجيبة. وهذه الربيان. هذا ريحته عجيبة والله، كل ريحته عجيبة. ساعد روحي، تسلم يا الله من داخل العافية. شرفونا اليوم دكاترتنا، ما قصروا حق التكميم ولا تكميم بعد اليوم. الحين نرد حق السلطة. هذا الدريسنج مال السلطة اللي هو المهياوة، واللي يبي ليمون وزيت وكذا، الأشياء هم موجودة. أهمكم العافية. الله الحين أبسكب لكم، أبيكم تذوقون ونرد لكم عشان نختم. حبايبي الدكاترة، مشكور الدكتور علي جويعد، ومشكور الدكتور أحمد الكندري الجراحين. ونقصتنا هذه حق كل اللي مسوين تكميم وباي باس، سووا لهم يا أهلهم. ونقول لكم إن شاء الله الحلقة الجاية نشوفكم، ونقصة حق مكان جديد وحق ناس يدد نشوفكم. في أمان الله، في أمان الله الدكاترة. الله يحفظك، الله يسلمك.